إلى جانب وسائل الإعلام المواطنة والمستقلة والأجنبية، كان للفن الملتزم دور هام في نقل واقع معتصم إيميدر. فقد شكلت قضية ألبان إلهاماً وأيقونة للعديد من الفرق الغنائية الأمازيغية الملتزمة. إنها قضية فكلمة فلحن فغناء. كما سنتحدث عن تعامل الإعلام مع المعتصم، وننفرد في هذا الروبورتاج بنقل لقطات هامة من كواليس حلقة تلفزية ممنوعة من البث في الإعلام العمومي، ونكشف كيف تمكن المعتصمون من تدويل قضيتهم. ما الديوين اللي غليني مزداغ سدرار والبال أسين تغويت أسين سكاسي المهم دان تصورنا الروبورتاج اللي يوجد وقولونا سندك سيد دران دميت دينان يلي شهر نرش ما يغن يمزداغ النميضر اللي غلين سكين ودرار والبال المهم دينان ماشي مشكل واني متنيا أتصور ديان الروبورتاج يمشي دغم دميتنيا أتميتني أغني الناي نيس قمة صورنا عاود نصورنا كل ما يدي دنار الصورة مياوري اللي ألقنا ينيت بالدخف لحق سنت لنا أحد هذه السفغة اللي شهري ما حات والي ما يدي يولنا معنا يدعن وايد نتيني يدور اللي المغرب يدي ما نمشي داد غير نكون عاد لحق سنت قلقات تيني نقول لكم أفرنا غنموت لقنا ينموت أترخت نغيتي قصر يدنا الإعلام المغربي يدنا سي القضية نمادر ماشي يستهلك بلا ما تهلك يتيا باش أنه يدر أتتفغي الأولى نغدست يا في المكسيكي باش أتفغي دوزيام نغدست يا يلا ما تسلعو وتتفغي يا الرابعة نغد تبغريضة باش أتفغشت مزيخت لا القضية يعني ما درت يا التعبير خفيت سنت مجموعة من القيم الناس نتوارت يا التعبير خفياني نغي خفيت سني زرفان أني غيتو يا كاسن القضية يعني ما درت يا نغوي ينرى أنضمن الاستمرار ينتو دان عشوري التمكين هذا الشفغ الإعلام نوريين حر نوريين مبدئي نوريين من القيم نتعطر الإنسانية يعني أردان تنتظر يمدني قنا لنخفي خشلين هذا الشفغ أنا يدغن نغد إدوية حقيقة خشلين كنت ما درت لا في الرا وأرض يد نقاش يد تعطي من إعلامي عدور تقلصي مغربين هذا الشفغ أنا معشوغة دتي من هي الدولة تحقن قانون يكون المؤاين سن مؤسسات جنصورية ويتمثلات يد الشفغ نصورة غير ذات حنا الصورة في ذات الدولة نتيجة أرض الواقع ورضي التصوار دي ما عيش نودا يدي نعمي تنسي الخيال دوانا ضمان أرض كذا المسائلنا في كل شيء ديد ليش ها أين نايد لنا هنا أين وداي دي نبغى الطاق مش اخت صفغني مغربين اتفتحنا نبداني فيسبوك اختزر انك رجميني فيسبوك يوتيوب تويتر وداتي ايديان ايديان الشبكة الاجتماعية ايديان لابلاتفورم تمزور وتنين نطلق انت تاي اي غور نغت الاستمرارية الى غور نغت تحريرين غيين سندينا انتي داتي ايديان مهم دمزورو من بعد لنم ننادي الدام مناضلين صحفيين مناضلين اثنين جدا صغرنا اتسيرنا وين الا سورتو يتسن المجد لا يتسن وين لي سوبر ميديا ني خاطرنا تزويري اللي انا اثنين دي شان ليكو يوانا القضيه على برا وين تيرونس فرانسيس اثنين دي شان ين صدا نغدا تقليت القضيه ني ميدر لن لي سوبر زوندوي زون تركني بالضبط نتني دي سكانيا وانا اللي جديد نايت لايف بي اف بي تيا اجنس فرانس بريس وانا نتني اي ديريكشن الضغط القنوات المخزن لانه القنوات المخزن تين غاي ديان تورين تين المخزن هادو نكون هي اذا سني خلص الضرائب الا المنطقه الدوله نتايا المنطقه الدوله دا تخلص الضرائب رانك نتي لي سيرفيس معناها يشترون دان لي سيرفيس الصحه التعليم دويا وريحتين فابور نخلصات انت هادي انا نسخ دا سنين تخلصي طلاطاق يفضا اخت دي زرارين اي نسونا التلفازة نتفردي سابارنا تتخلص الضو تلاقي سي الفاكتورة نضو دا تخلص زي التنر دا دي تزايا تخفى اخفونا التلفازة ولاني لسوء الحظ ديال المغرب التلفازة ورداتي تهمت المشاكل للشعب ورداتي سنتاق تفكارن تا
تتفكر المشاكل اللي ودانا تحكمن الشعب ماشي سي حشمن تحكمن ديس. ولهذا اريد تمكين انت في التلفازة تخسر الخطر وين يحشمن نهائيا لا يمكن صنع القرار ديال المغرب مش صحيس مدغيف سن وريت تمكين ديال سوبر ميديا هذا سن يضيع الخطر غدا تجينين ولا رانا تنزاف المشكل يرتبط اصلا بالمناخ المغرب ماشي خصك ويا امسي ولا خص الصحافه زون يعني وين يعرفون سنات لا اذا تضييق في حريه التعبير حريه الممارسه الصحافه الا غير في التضييق قلني صحفيين يظهر نسن قلني صحفيين يودان انت المانداتي نسن الوري خصا مشرانا تستمران هي خدمتنا اتكم الطرفي ودان يودع نيت زيرون جاني أورينت القنوات المغرب منفصلة عن السلطة يعني الروش نتلي الاستقلالية تابعة انت الدولة تابعة انت ويتخني غير حشمن ويتخمي جانت الشركات تخنا غير تخرابن تما زيرت النختي تما زيرت النا تنسنا من جانت القنوات النا تابعة انت ايونا دا نهني ورد تيرين نوات بين الحقيقة لانه في الغرس غير سياسة تلميع الصورة اي نساو في التعتيم الاعلامي دا نسوال بالخصوص لانه لا ين الروبورتاج اللي انا القناه تمازيغت اللي كان تروان تمازيغت نصور نقولوا الحقيقه قيمنا الاراء اخر المطاف يشير الاشهار لان الشركه السلطات المحليه شرنت قبل شرنت يدجة اعلاميه على المستوى المغرب بانه فالحل القضيه يعني بيضر بانه سير توقيع الاتفاقيه اللي عن المفبره كان 11 نوفمبر 2012 يعني ان وتنا اللي يدرس بيننا لانه مشتي سبينات ديال المتناقضين لانه سلا يد نصور الاتفاقيه يشتين غيرنا هذا اس طبلني ونا اس انزيون اس اردن كين دا تري اديزر نغور ودي يسغيون غور ودي يتتر الازر فنسني تفوك المشكل بالعكس دان المصالح الشخصيه ديال المجلس القروي النغوري تمثال اللي غور سنوس الافادات بيتين غير تم توقيع امس على 5 اتفاقيات شراكه بغرض انجاز عدد من المشاريع التنمويه الهادفه الى النهوض بالاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه لساكنه المحيط المنجمي في الاقليم. فيما يخص الاعلام المغربي اتي وريلي الاقصال الاعلام نورمال مؤسسي منفصل عن السلطات باش يدير يخدم السلطات اللي يخدم الشعب لان الاعلام المغرب مثلا يمكن دور جراكي فلسطين نحو سوريا تصن الاعلام المغرب كل شيء غير في سوان ولكن يتمثل ان التعانان الى قرصن وهذه المشاكل يتمثل نسن وهذا سنيك لقينا غير تحيط النضال الى الاقلام التي تكتب الحقائق على هذه الدولة يمشي اللي عندنا نظرة يعني كان غور غادي يزيم شي غيان جوج مينوت خمسة مينوت اين سن خمسة مينوت ناختيا القناة الثانية يونت السوف على وقتنا يعني تحاول ما امكن تسليان تغليط الرأي العام لانها قناة مخزنيتيا اسمي لانه يمشي اللي غنى لنا يمشي بدنا المسؤولين في الشركة يقصد غني الرأي العام هي متناقض يعني يولي ونيت المسؤولين المحليين الشركة والناس تقبل القناة الثانية الوقت النهائي هي متناقض الواقع الناس تعيش نايت ميضر سواء يعني اللي غنى اختشا الأولى ودتات كان يعني تشغيان خمسة مينوت أو دتات لحد نفس النهج يعني تسيريا تغليط الرأي العام تسير المسؤولين الشركة التناقضات سواء انوفو البيئة دتني بانه هو الراي العام الا تحسين اوني فول البيئه يعني وردت القنوات مقارنه دون السفر القنوات النغور هي اللي كانت تخنا هي الاعلام من برا يعني سورتو فرونس 24 ضعيف اللي عندنا اللي كان الى قبل تسدو يعني دوزيم الاولى كان نغور يعني هاد القناه اللي كان اجنبيه نغور ادي زوار القضيه اللي ميضر اللي سوفتي ديت لقد نفسه قرر بانه تفتح نديس وثرنا دون انه ينحات تصور يعني مزدغني ميضر الاحتجاج السلمي الناس كارن سكر دون ومن طول لقلا يدان حاولنا دخشين ورخشين يعني الوقت والسكر الحقيقة بشدتها هي القناة الثامنة اللي انت مزيغ لقلا مشي اللي عندنا الظرم يعني سكت ديت غرمان نميضر سبعان نظوران نميضر اللي اختسي الحقيقة نمشي دتعيش نمزدغ نميضر
تنمية المحيط المنجمي بالجنوب الشرقي كانت محور اللقاء الذي نظم أنس بتنغير وتوج بتوقيع 5 اتفاقيات شراكة بين مجموعة مناجم وشركاء محليين باستثمارات بلغت 6 ملايين درهم. هذا مراد الاتفاقيات فأكيد هو التنفيذ ومشي الأرض الواقع والإنجاز المشاريع اللي تم اتفاق عليها اللي كتشمل القطاعات الحيوية كالصحة كالتعليم كالبنية التحتية بخصوص المرأة القروية. يمكن هادي نمشي هذا صياد مرضني ويا هادي ريت التنفيذ مقرر لنا الدائرة وديا نفقدو فوق غدا ديال نفق نتمنى ان شاء الله يجيب لنا يزرفان مغادرين بلا يدامن لان انا كنا ولا نزام راه تبقى نجي نبدا غادي نخلي الفلات حنا بقات يضربونا غنصان بينا ديال نبغوا ديا عاتور مني فما زال غتتصدق نكوني هات نتصدق هادي نبغوا ديا عاتور مني وانا راه نكري نص لي فرات الغور ما كلش انا يضل بينا الصلوخ ديال دقات كانوا ظالم كان بضاضا قاد اتقمر تفر الصغير انا درت سمايت ياخش هاد اختي وقمت ديال الصلاه الاربع لو كنا يا مرتشا نزل لنا هاد اربع دقات نمشي نضط كندير نص الحيط باش ما ظالم يمشي بضاضا انا غادي رجال قان نتواتش انا من الحال معايا الحال من القفايا وغير تكوا سوا مني مش الحال نايت من القفايا ابا بعرف نستنيا انا شتيني غا نمشي في القراوي ولا شتيني غير نقص ميدرات مازال يات المدة ورعطاري في سوديات الحاجة ورينا ديد نخقيمين ورينا ديد نخسكن والو إلا المهندس قلا غيت شنوري الساعة طاريف تقي بارك الله فيك يخصى يخصى يا غيت سن الحوار غيت سن قيمة داغ عود انت ما زيرت النق هذاك كاين 6 ساعة هذا البلوس والو هات ودي تعدى الغفنة تعدى الغفنة الكسيبة لكن نفسين كي شحال لي انا ادمين متصل يقول لي الا ديك النار تمودي ديك سكت 42 راس اي ديك شي مود والسكرنا وديال الحصار والسكرنا لا الكركاج لا والو غير قيمه وين غير مشينا الشركة تعدى غير فنق تعدى غير فنق سريحت خسرنا غير شكلا خسرنا تغلب هاي خسرنا ونختي فولاسين وليد وقعد عاد 10 دورينا وقعد تفن تروى غير بارك الله فيك خصا نيتني تعدى الغفله بزاف تا نقول غاست اللي اسلونا ينقلانا ندا زايدنا غدوانان هاد السوا يمكننا نراه هكذا تسكتي ها انت كتشوف تني التمران يلحق وني التمران يلحق والناضات نتبرزات وني سوا نخفوني التمران يلحق او نتاور ترين لا المنطقه تغنيه نضاني تحكمنا أرض فرادنا أرض ضياقنا أرض نيومون المجالي صحفين إلي مشكلي صحفين نيت الدنيين سنطر حنا لأنه صحفي أسلاي يريختار لمعنى الصحفة السنين ديات المعنى يشقنا تيا السنين ديات المعنى يرديني الحقيقة الحقيقة إلا ورس تمنز موتن ديسي صحفين يالحروب موتن ديسي صحفين يسل إيبولا يفريقيا
اتموي طايدي يعني صحفيين، انا تبردتي صحفيين خصها المهنيه كي خصها والناغ الوفاء الانسان، لانه الانسان بنادم افيان اخف اخفي لك كل شيء يخصد ورزرين لهمو من بنادم ارتغن غير اميا ارتغن غير ارتغن حيدوس المخزن يخصد اغن حيدوس الحقيقة الحقيقة اللي غور ستمان المغرب المغرب وري تمكين الصحافة الرسمية الديفوز القضية نيميضر امهنة تيري الحال لانه الوقت اللي خدت السفاني سوا سيدي تاكل جوج مينوت ونص صيلان ولا خمسة مينوت جوج مينوت ونص يلي لي سوا والو نغير لي سوين الشركة اي تغيدا خص ادخل حقك دوزيام نفس القضية ودي الاولى تما زي خصو نفس هادي مغناش لانه السيام تاع الخيانة اي مزيان اون طون كي مزيان لي ميضر جيت تما زي خصو نسولو هو اللي مزيان او الهموم نسن ماشي خصها حيدوش نسن او ديجا غيرني خصها زاد سنتين تغير مش شخصي يفرح انت درتني تصورتني تشوفوها. قرية إيميضر المعلقة في أعالي سلسلة جبال الأطلس قبالة أحد أكبر مناجم الفضة في إفريقيا الذي ينتج أكثر من 240 طنا من الفضة سنويا والذي تستغله شركة إيميضر للتعدين التابعة للأسرة المالكة في المغرب. C'est tout le village d'Imiter ou presque qui plusieurs fois par semaine se rassemble ici. Enfants, femmes, jeunes et personnes âgées, ils sont en sit-in continu depuis août dernier. Ils réclament une meilleure redistribution des richesses créée par la gigantesque mine d'argent située en face, à quelques kilomètres au-delà. Oggi qui alla LAR abbiamo fatto un incontro in cui abbiamo cercato di spiegare il nostro progetto LAR International, di cosa si tratta, del sostegno che come Libera Accademia di Roma stiamo dando al Movement on the Road 96 in ITER e collegandolo al discorso della decrescita e abbinando anche la proiezione di un documentario Home di Artus Bentran che parla della tutela dell'ambiente. أطول اعتصام في العالم أقامه سكان قرية إيميضر في الأطلس الكبير في المغرب للاحتجاج على التلوث الذي تتسبب فيه شركة لتصنيع المعادن في منطقتهم. الاعتصام بدأ منذ 3 سنوات ولا يزال مستمرا إلى الآن. نعم 3 سنوات، والسكان يعتصمون في قمة جبل ألبان مطالبين السلطات المحلية والشركة التي تستغل المنجم الواقع على الجبل بالاستماع إلى مطالبهم. معنا فوق جبل ألبان تما فاش كيتواجد هذاك السيريج اللي كيزود المعامل ديال معالجة الفضة بالماء، قمنا بغلق هذيك الأنابيب اللي كتدي الماء من بين هذيك الريسورس والشركة معادن الشرب شركة معادن إيميضر كتسبب في مجموعة ديال الأشكال ديال التلوث هاد جلاف المواد التامة بحال السيانور والميركور والزنك. حنا كنطالبو هاد الشركة بأنه تعمل واحد الاجراءات باش تخفف من حدة التلوث. كنعرفوا بان في إيميضر معظم ديال السكان كيعتمدوا اساسا على الانشطه الفلاحيه، ولكن مع الانشطه المنجميه طرات الفلاحه ولا المنتوج نقص المنتوج بواحد النسبه كبيره جدا، مما تسبب فيه يعني البطاله. وفي الجوار كاينه واحد الشركه اللي كتخدم اكثر من 1000 عامل وكيمثلوا الابناء ديال إيميضر واحد النسبة ديال 14% فقط. شركة المعادن التي يحتج عليها القرويون اعترفت بأنها لا تقوم برسكلة سوى 60% من النفايات التي تنتجها، لكنها في المقابل أكدت أن 40% من عمالها هم من أصيلي المنطقة وليس فقط 14% منهم كما يقول المحتجون. حدي معتصم ألبان بمتابعة هامة من طرف العديد من وسائل الإعلام، حيث قامت قنوات أجنبية بإعداد تقارير عديدة عنه وكتب عنه الشيء الكثير، كما أن وسائل إعلام مواطنة ومستقلة مغربية لم تهمل هذا الملف، لكن وكما يؤكد المعتصمون لا زالت قنوات الإعلام العمومي تتجاهل تناول قضية إيميضر بالجدية التي تفترضها قضية مثلها.
ويعتبرون أن الدولة تنهج تعتيما إعلاميا ممنهجا في حقهم. بل أكثر من ذلك، أعلنت القناة العمومية الثامنة عن حلقة خاصة حول القضية الإمدرية، لكن الحلقة لم تبث لأسباب لا يعلمها إلا القائمون على القناة. وسائل إعلام ينتي الطغروشت يفوس المخزن والنور يرينا دي حشم ذاتي السكان يفادا دي أدى رزين النضال يفادا دي رزين وانا يعني يعني قلت الآلية يفوس المخزن الناس رانا تنشر تغلط من الرأي العام وسيلة التغليط يتناغ يفادا دي السدعام من نتني وانا ونسن ايضا الميساج نسن تابرت نسن ناتي السدعام الوسائلنا العكس نتاج اقتصادية حاملة لهموم الشعب وسائل العالم الصالية حاملة لهموم الشعب ولكن مخزن يقصد نساف وسنسن أريسي تدعام صراحة نتال أطر صراحية نسية لجميع الأمور إن يأتي وسيلة لهيمانة فدديت اقتصاح منه وتدر وإن عباد الله أرت نشر الميساجات نسن أرت نشر نوت الجهد مي من غانسة ونغيسي من سورة ورثية كانوا دتتون غير جاري عطفان عطفان وانا جلان هتسن ميسا سلاس وسان ني زرفان نغي اللي دي سودو يا اللي زرفان نغاد نعبر خصو ينا نرى يدينا نرى ليش تلفزع لي يدغار تجمع زون دويت اي طلع ذاك لاش تيكون يتني تجمع ولي جمهور خاص ورنات ورنات الرخصة يوم جاني فدا نعبر في الحقوق نغ نعبر في الدور من نغي في نغيلان الشركة تزيد حتى وتني الوقت اللي تخلصص اللوطيل تخلصص الترونسبور تخلصص ندير توري درس شرن يفاد نشرنا اي اللي غنا وقع نشتين غير ني امويت غير بعدا ورداك كنت تشرف هاد النفايد سنت الجرائد سنت الجرائد سنت المواقع دي سنت يضغار ورداك كنت تشرف هاد السنين تبدا وراك هي الشرف ماشي غير بدر نقدر ما لم يصل بالاعلام وصل بالفن والغناء. هكذا تمكن معتصمو البان من تكسير ما يعتبرونه تعتيما إعلاميا رسميا وحربا إعلامية تمارسها عليهم الشركة، فقد تمكنوا من إيصال رسالتهم إلى العالم بجميع اللغات، لكنهم يتمسكون بحقهم في الإعلام العمومي. وهذه لقطات حصرية من كواليس الحلقة التي لم تبث. ويدعنا نمعاون نسجو يدعنا لا إله إلا الله نكون معنا ما يتنسبتش في نساك صغير معنا إيساس ساعة تمرضيك نسبت 25 نحباتي 25 نحباتي يتغور نغيلان هذا غير كان صغولة بشتيت نانا غاد يدي هذا غير سفيد نكون تزاك ولي استغل لا تروات نوشد استغل لا أمان تلووت 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 نسيا نورا ريما ونتدر وين ونستفيد اوت ما عدم ثاني من الحال سنتو ثمين ثاني من الحال نشير رانا خطاني ولو تتشايق الدنيا تهان تاوز لك هاقور نغي دريم المسكين كنية قوصة قور نغي فيغ المسكين كل شي ما زيق لي ميضر يقول لي المسكين عرض نتمناك الملك نغد يدور شعر الله عندي نقف الجامعة عني ميضر ليش نسمعات لنا فينا من الخيال لا يتخيل بنا دي غالي تسني اتغير وين الخيال هاي الناس مرد 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 الكوزينايت نتاويزنات 4 سنين هيا وصار فيها القناه المغرب دا مرد الكوزينايت نتاويز دا يمشي دا يمشي دا رقن يا حوران وين القناه شنو صار فيها دا اشهر جات القناه المعقول ما المغرب الا ديك سماك كيتربح كل شيء كل شيء ما سويت تلو ديال المسكينين المغرب ولاني كيف تلتراتات شلتين ما عليك تقيم تلتين هاتي الدار لا يستطر نغور الدول لبرا دا تدون هيد برا تشي واللي ماسا المساكين الناس بالتا دا ارضي السنطنز المعاملة غوصن دين اخصا تلتين هاتي يستطر تلتين الى مغرب رانا دي يستطر دا يستطنز نيا دا دي يستطنز نيا برا. طاقم القناة حضر الى البان وصور واخذ مجموعة من التصريحات وأعلن عن موعد البث، لكن هم قالوا إن أسبابا تقنية أدت إلى حجب الحلقة. وننفرد في هذا الروبورتاج بنقل لقطات هامة من كواليس الحلقة الممنوعة من البث في الإعلام العمومي. هذه الحلقة حجبت كما يقول المعتصمون لأنها جاءت بعد تسويق وقوع اتفاق بين المعتصمين والشركة
لتأتي هذه الحلقة لتنفي كل ما تم تسويقه في وسائل إعلام وطنية ودولية. تحرم تداغ ورسير الله حول ولا قوة إلا بالله دغي كاتمور نعيد ترنانا هي لا الحق المرأة الحق الطيف الحق نكنا وديها الحق نغرسينا النايد خطوصي دي ربي تباركي وتنتر تعالى نتمنى دغتي أدغتي وين الحق لنا هاتي ورنيا صبر مقارنة ديك نمت مقارنة غفوتي المقارنة تنقى يضرر شبيعة ونا دغن غين سفاد ديكيان I'm not afraid.